معكم أعزائي المشاهدين، حنتكلم عن الكاريكاتير. يمكن أو عندنا كاريكاتير واحد حنتكلم عنه أنا وأنت ومنى اليوم. صحيح، له ارتباط شديد باللي صاير فينا يومين هذه. خلينا نشوف الكاريكاتير. صحيح، أكيد نشوفه ونرجع. زي ما شفنا يعني الرسم الكاريكاتير عن البرد، وجتنا موجة برد خلال كم يوم اللي راح، وكانت فعلا صقيع. أية راحة، صقيع كم يوم اللي احنا فيهم ما راحوا لسه. ما اليوم كنا برد، موجودين، احنا لسه في الاستوديو، يعني نبغى الإضاءة تزيد عشان نتدفى شوية احنا زيادة. مرحومين شوي كمان نجلة، يعني في تبوك يا حرام عايشين ثلوج. اي والله، يعني اكيد هي نعمة وما نعترض عليها، ولكن البرد المفاجئ كذا يخلي الواحد شوي يشعر بالكسل. واحنا حسنا انه الصيف جو وانبسطنا ما وخرجنا. صدقنا، صحيح، اكيد تختلف وجهات النظر بين الاشخاص اللي يحبوا البرد والاشخاص اللي يحبوا الصيف، ولكن الجو المعتدل هو افضل شيء. صحيح. اعزائي المشاهدين، فقرتنا عن الكاريكاتير كان فيها صورة واحدة، ولكن عندنا فقرة أخرى حنتكلم فيها عن ملتقى التضامني أو اتصال هاتفي. حنتكلم فيه عن ملتقى التضامن. صحيح، طبعا أكيد، حيث أقامت الندوة العالمية للشباب الإسلامي بقسمه النسائي ملتقى التضامن السنوي 14. عن هذا الموضوع يسعدنا أن يكون معنا عبر الهاتف الأستاذة سميرة العبيد، وهي مشرفة الأنشطة النسائية باللجنة العالمية للشباب الإسلامي بغرب الرياض. هلا وسهلا فيك أستاذة سميرة. أهلا وسهلا، حياك الله أختي. الله يحييك. يعني في البداية حابين أنه حضرتك تحدثينا عن طبيعة هذا الملتقى، على ماذا يرتكز تحديدا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بداية باسمي واسم جميع منسوبات الندوة العالمية للشباب الإسلامي، اللجنة النسائية بغرب الرياض، أتوجه
خيرية ومدارس تعليم القرآن الكريم ومراكز الجمعيات الخيرية وتوثيق أواصر العلاقة بينهم لخدمة كتاب الله. وكان من محاور هذا الملتقى تناول تدريس القرآن الكريم بين الواقع والمأمول، الاستراتيجيات الحديثة والجودة في تدريس القرآن، وعرض بعض الدراسات. أشكر الأخوات الأكاديميات والأستاذات المشاركات بأوراق العمل والطرح العلمي المتميز، حيث لامست الاحتياج وحققت أهداف هذا الملتقى الموفق ولله الحمد. أكيد أستاذة سميرة، الأهداف اللي أنتم حاطينها بإذن الله لهذا الملتقى هذا العام، كم من الأهداف يمكن عندكم أمل أنها تتحقق، وهل عندكم خطط مستقبلية للملتقى في العام المقبل؟ نعم إن شاء الله بإذن الله، الندوة تحرص على تحقيق هذه الأهداف، وبإذن الله جميع الأخوات المشاركات في هذا الملتقى تحدثوا عن أهداف هذا الملتقى. حقيقة سعدنا بالطرح والإثراء من جميع الأخوات المشاركات، نسأل الله لهم التوفيق. شارك نخبة من وجهاء المجتمع المهتمة بهذا الموضوع في ورشة عمل مصاحبة للملتقى بمسمى ورشة الاحتياجات البحثية، كانت لله الحمد ثرية بالأفكار الجيدة وتقديم القرآن، وقدموا أفكار ومقترحات قيمة. نتطلع إن شاء الله بالخروج منها بأقصى استفادة ممكنة. أيضا تقدروا تشوفون الوسم اللي في الملتقى، ملتقى التضامن، أبلغ بلاء حسن المشاركات والحضور في هذا الوسم. خرجنا بالتوصيات، ستجد عناية ومتابعة من الندوة بإذن الله، ولله الحمد كما ذكرت نال استحسان الحاضرات. إذا في متسع من الوقت تودون أتحدث عن نبذة بسيطة عن تفضلي. الندوة أكيد تفضل. أي الندوة العالمية للشباب الإسلامي يشرف عليها الدكتور صالح بن سليمان الوهيبي الأمين العام للندوة، مؤسسة خيرية عالمية تؤسست في عام 1392 في عهد
برامج الفتيات والمرأة المسلمة والطفل، تقدم برامج دعوية وملتقيات والنوادي الصيفية والدورات التطويرية والتدريبية إلى آخر هذه الأنشطة طول أيام السنة صباحا ومساء، وكان من أبرز هذا الملتقى ملتقى التضامن الرابع عشر. أكيد تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح والسداد أيضا في هذا الملتقى من عام لعام آخر. كل الشكر لك يا أستاذة سميرة، كنت معنا سميرة العبيد مشرفة الأنشطة النسائية باللجنة العالمية للشباب الإسلامي بغرب الرياض. شكرا لك. نشكركم. السلام عليكم. أكيد يعطيهم ألف عافية. يمكن هذه يمكن اللجان من أكبر اللجان، وما شاء الله جهودهم واضحة في كل مكان، وأيضا فريق العمل دائما يحاول أنه يغطيها في كل المجالات، إن كان بالتقارير أو اتصالات هاتفية. أعزائي المشاهدين، حنروح لفصل قصير ونستكمل فيه فقرات حلقاتنا.